شكرا للزملاء عصام عبده وأحمد الحامد. التاريخ يكتبه النشامة، الأردن بثنائية إلى المباراة النهائية. أقصت شمشون وقدمت مباراة للتاريخ لا تمحى من سجلات محبي الكرة الآسيوية. يزن النعيمات أحرز الهدف الأول في الدقيقة 53 بعد مجهود رائع لهذا اللاعب البارع موسى التعمري، نجم آسيا 23 وصاحب هدف الحسم في هذه المباراة في الدقيقة 66. تلاعب بشمشون ومدافعيه ووضع الكرة بشكل رائع في شباك جوهيون حارس مرمى كوريا الجنوبية. الأردن تأمر بتأجيل أحلام كوريا لأربعة أعوام أخرى، وتزيد من معاناة الانتظار التي امتدت لأربعة وستين عاماً لتصل إلى 68. وسون يغادر حزيناً المسرح الأسيوي الذي لربما لن يعود إليه في النسخة القادمة. ألف 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 مبروك للمملكة الأردنية الهاشمية هذه الفرحة وهذه الرواية الملحمية وهذا الوصول المستحق باقتدار وهذا الانتصار الذي بلغوا به نهائي كأس الأمم الآسيوية للمرة الأولى في تاريخ الكرة الأردنية التي تحقق أكبر إنجازاتها في هذا اليوم 6 فبراير في انتظار إنجاز أكبر هناك في لوسيل في 10 من هذا الشهر الجاري. ملامح سون وزملائه تكفي عن الشرح والترجمة، وأفراح النعيمات والتعمري ونصيب تغني عن كل الحروف. ألف 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 مبروك للأردن ملكاً شعباً وللعرب أجمع هذا الفرح العربي وهذا الانتصار الذهبي وتجاوز المربع الذهبي وبلوغ المباراة النهائية. الأردن نشامة يا كابتن خالد، نشامة. طبعا مبروك، انتصار تاريخي بعد الكلام اللي انت قلته أسامة، بصراحة حاجة تثلج الصدور، يعني تستحق الأردن وكل جماهير الأردن والشعب الأردني، كل المملكة وجلالة الملك وولي العهد وكل الناس. الانتصار الكبير جدا اللي جاء عن إقناع، عن كفاءة من اليوم الاول الى المباراه السيمي فاينل، انه حقق نتيجه كبيره جدا على المنتخب الكوري. اعتقد انه درس كروي عربي على اراضي عربيه بشكل اكثر من رائع. كنا او ناس كتير كانت تتوقع فوز المنتخب الكوري بسهوله، ولكن المنتخب الاردني النهارده مع حسين عموته مع 11 راجل حتى بالناس اللي اتغيروا عملوا مباراه بطوليه، مش بطوليه بس اللي تكسب بركلات ترجيح، ولكن اداء شكل مستوى قتال روح موجوده في الملعب. اعتقد المنتخب الاردني مفاجاه، ولكن المفاجاه الحقيقيه ان هو باذن الله يحقق لقب البطوله بعد الاداء الكبير جدا جدا اللي عمله طوال البطوله للان. الاردن لم تقصي فقط كوريا، الاردن لقنت كوريا درسا كرويا في هذا اليوم كابتن حسن. صحيح، اليوم صراحه حسين عموته حجم الفريق الكوري ويعني عطل كل مفاتيح القوه الموجوده في المنتخب الكوري. بصراحة ألف ألف مبروك للمنتخب الأردني، ألف مبروك لحسين عموتة المدرب العربي الذكي اللي يملك إمكانيات تكتيكية عالية جدا. ألف مبروك للاعبين، أداء بطولي أداء رجولي، نفذوا التعليمات التكتيكية بجودة عالية يا كابتن خالد، يعني تنفيذ أفكار واضحة جدا. الفريق الكوري شاهدناه صراحة مش قادر يعمل أي خطورة على المرمى الأردني. بصراحة يستحق المنتخب الأردني هذا الأداء وهذه البطولة وفوز بجدارة واستحقاق. بصراحة ألف ألف مبروك للمنتخب الأردني. أنا أريد أتحدث عن الشخصية اللي شاهدناها في هدوء يزن النعيمات في الهدف الأول، الشخصية اللي شاهدناها في براعة موسى التعمري في الهدف الثاني، الشخصية اللي شاهدناها في الصلابة الدفاعية لجميع لاعبي المنتخب الأردني في هذه المباراة، شخصية سبقت كل التفاصيل الفنية اليوم كابتن خالد وسبقت كل التوقعات. شخصية 2 لعيبة كبار جدا جدا
شخصيه اثنين لعيبه كانوا بيلعبوا منتخب كوري في الخط الاخير كلهم. الاثنين عملوا امكانيات ممتازه جدا، بيوريك بروده الدم، الشخصيه، تحمل المسؤوليه لما تكون ليدر في الملعب، لما تكون تعلم جيدا ان انت الفرقه كلها مبنيه على كتافك، اذا كان موسى تعمري او يزن النعمات في ظل غياب علي علوان. اعتقد الشخصيه اللي انت بتتكلم عليها اسامه اثبتت تواجدها وتفاعلها في ال 45 دقيقه في الشوط الثاني. احنا قلنا في الشوط الاولاني اضع فرص كتير جدا، ولكن الشوط الثاني بدقه وشخصيه وبروده الدم وامكانيات فنيه عاليه جدا قدروا يتعاملوا في الهجمه المرتده اللي لعب عليها حسين عموته. عشان كده بنتكلم على اثنين لعيبه فعلا زي ما انت قلت في بدايه الاستوديو هم الافضل في بطوله كاس الامم الاسيويه قطر 23. هكذا كانت الاحتفالات هنا في ابو ظبي في الجمعيه الاردنيه في العاصمه الاماراتيه، الاردنيون الذين احتفلوا في وطنهم الثاني بمنتخبهم الرائع في هذا المساء البهيج والتاريخي. هكذا رصدنا احتفالاتهم، وهذا هو مشهد الاحتفال في كل بيت عربي من المحيط إلى الخليج بهذا المنتخب الرائع صاحب هذا الأداء المتقن والمميز، والذي لا يمكن لأي أحد أن يتحدث بأنه لم يستحق على أثره بلوغ المباراة النهائية وحجز التذكرة الأولى لنهائي كأس آسيا قطر 2023. أداء مشرف، أداء محترم بصراحة. فريق الأردني يعني اليوم كسب المباراة تكتيكيا، معنويا، على مستوى الروح، على مستوى الأداء، على المستوى البدني. بصراحة اليوم المنتخب الأردني بصراحة متعنا بصراحة، يعني شيء مشرف لكل العرب. اليوم لما تشاهد مدرب يعني يفرض أسلوبه على مجموعة لاعبين ويشكل لك منتخب قوي قادر أنه يعني شوف المنتخب الكوري استطاع أن يفوز على السعودية واستطاع أن يفوز على أستراليا، ولكن اليوم شاهدناه صغير جدا أمام صراحة المنتخب الأردني اللي صراحة حجم المنتخب الكوري بشكل كبير جدا. وحتى لو كان فيه نقول شوط ثالث ما راح يقدر المنتخب الكوري أن يصل لمرمى المنتخب الأردني. بصراحة نحن شاكرين جدا على الكابتن، على اختيار الإدارة الأردنية على هذا المدرب، اختيار موفق، اختار المجموعة المناسبة، اختار الطريقة الفنية المناسبة لمجموعة اللاعبين. هنا المدرب، هنا قيمة المدرب، قيمة اللاعبين اللي عندهم تواصل مع المدرب، الكيمياء ما بين اللاعبين والمدرب وصلت الفريق هذا إلى، لما تشاهد حتى في آخر دقائق أنا وكابتن خالد نتكلم الكرة على الطرف، ثلاث لاعبين على اثنين، أربعة على اثنين، هذه كلها نقلها حسين عموته، نقل هذه الأفكار وهذه الشجاعة التكتيكية للاعبين، وألف ألف مبروك بصراحة. الأردني المعروف بحماسة، المعروف بعنفوانه، المعروف بالشراسة اللي دائما يظهرها، في موعد مثل هذا كان في غاية الهدوء، في قمة التركيز وفي مستوى عالي جدا من القدرة على التحكم بالأعصاب. مباراة ما فيها ولا خطأ واحد، ولا خطأ واحد أمام لاعبين أرهق الدفاعات في أوروبا، كانوا قادرين على التعامل معهم بطريقة في غاية الإتقان. خالد اليوم هي دي ميزة المنتخب الأردني ومنتخب ميزة كمان حسين عموتة في التعامل بشكل كبير جدا مع المباراة. حسين عموتة مش عشان وصل المباراة النهائية، ولكن هو أكثر المدربين استفادة من المباريات اللي اتلعبت المنتخب الكوري مؤخرا، منها مباراة الأردن 2-2 والتعادل في الدقيقة الأخيرة، مباراة أستراليا والتعادل في الدقيقة الأخيرة، المباراة بتاعت السعودية والتعادل في الدقيقة الأخيرة. وبالتالي لما نيجي نتكلم على مدرب تعامل بسيناريو رائع في الشوط الثاني، احنا قلنا هنلعب على هجمة مرتدة ونجح. اثنين لعيبه كان بيلعبوا خط دفاع المنتخب الاردني اللي هم موسى تعمري ويزن، نقل محمود المرضي وخلاه لعيب ثالث في نص الملعب في الشوط الثاني من بدايته، وتقل كتير جدا نص الملعب، ودي جزئيه ما اداش تعليمات لمنتخب الاردن بالرجوع للورا طوال ال 90 دقيقه وال 96 وال 98 دقيقه. منتخب الاردن ببلوك عالي من قدام ال 18، ده ما عملوش السعوديه ولا استراليا، والتعادل كان نتيجه المباراه. وبالتالي لما نيجي نتكلم على مدرب حافظ لعبته صح، ارى الجيم صح، تعامل مع مجموعه لعيبه مهره بيقدروا يوسعوا الملعب ويقدروا يتحققوا كمان في عمليه الاستحواذ، خطورتك انت كانت اعلى، الهجمه المرتده، غير ان قراءته للعب على العمق الدفاعي، ودي كانت نقاط من النقاط الايجابيه اللي لعبها حسين عموته. بالتالي بتتكلم على مدرب عربي، مدرب عربي باقل اقل الاموال، اقل من اي مدير فني بيجي باسم كبير جدا، ومع ذلك الروح والدم واللغه والتعامل والكفاءه اثبتوها لعيبه الاردن النهارده مع اكتشاف العناصر. يا اسامه انت كنت بتتكلم على موسى التعمري، انا بالنسبه لي
واحد من افضل لعيبه العرب في التوقيت الحالي، ما في شك. واحده من اجمل اللحظات التي تعيشها الجماهير العربيه في كل مكان، وبالاخص الجماهير الاردنيه التي نعيش افراحها هنا في العاصمه الاماراتيه ابو ظبي مع الزميل حمد الظاهري. مبروك يا حمد.